دفعة بيقول الحكم من عوض خريص على موسى مدخلي بعد ما كان استبعدها. في مواجهة مباشرة دلوقتي عساف وموسى. عساف الأول، التعادل لموسى مدخلي والوحدة يرجع من تاني. الوحدة ما يأخرش الوقت، الوحدة يرجع على طول. وموسى هي المواجهة وهي المباراة، وهو موسى مدخلي جاب عساف الجرني على زاويته اليسرى وحطها له على يمينه عشان